صباح الأمل والخير والسعادة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من هذا الصباح ولقاء يومي يتجدد مع حضراتكم على شاشة النيل الأخبار ومجموعة متنوعة من الفقرات والحوارات المختلفة اللي بنتمنى مشيئة الله أن تحوز على إعجاب حضراتكم النهاردة. حقيقة من ضمن الموضوعات اللي هتكون معانا انطلاق مبادرة فعاليات الانتاج الثقافي بعرض مجموعة من الأعمال الفنية والثقافية المختلفة، وده هيكون على مسرح مركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وده طبعا بيأتي في إطار عودة الحياة لطبيعتها من جديد ولو بشكل تدريجي، ولكن طبعا مع أخذ كافة وكل الاحتياطات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، يعني لأنه طبعا الحياة لا تتوقف، مهم أنه الدنيا ترجع تاني لطبيعتها، ولكن طبعا نعمل اللي علينا في الإجراءات المتخذة. كمان معنا مبادرة أخرى وهي مبادرة رئاسية بعناية وبرعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار أهمية التفاعل والتواصل وتبادل الثقافات والعلم والمعرفة بين الشباب المصري والشباب الإفريقي. في حقيقة الكثير من المبادرات، يمكن من أهمها مبادرة إعادة تأهيل من جديد أكثر من 10,000 شاب من مصر ومن كل الدول الإفريقية فيما يتعلق بالتطبيقات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة واللي وصل للعلم من تقدم وتطور في هذا المجال، وإزاي بقى فيه تبادل زي ما قلنا للخبرات والعلوم والمعرفة ما بين الشباب المصري والإفريقي. ده حقيقة يعني أهم وأبرز الموضوع الحوارية والوقفات الحوارية اللي هتكون مع حضراتكم النهاردة في هذا الصباح، بالإضافة طبعا لجولتنا مع صاحبة الجلالة والسعراد لأهم وأحدث ما طلعتنا به الصحف المحلية من قضايا وملفات وموضوعات كثيرة ومتنوعة. ألقاكم بعد الفاصل مباشرة وباقة منوعة من أخبارنا الصباحية. أهلا بحضراتكم من جديد. في إطار حرص الدولة المصرية على توفير حياة كريمة وآدمية للمواطن المصري، طبعا في مجهودات حثيثة جدا وعلى أعلى المستويات بتبذل من أجل القضاء بشكل نهائي على كل العشوائيات اللي موجودة في محافظات مصر المختلفة، وأكيد تابعنا طبعا مجموعة من المشروعات القومية العملاقة في الفترة الأخيرة وعدد كبير جدا من الافتتاحات المختلفة اللي تم فيها نقل سكان العشوائيات أهالينا الموجودين في هذه المناطق الغير آمنة والمناطق الخطرة إلى يعني مدن سكنية أكثر حضارة وآدمية، وطبعا فيها مساحة كبيرة من الخضرة والجمال طبعا مقارنة بالعشوائيات اللي كانت لها مشاكل لا تعد ولا تحصى، وهي من القنابل الموقوتة للأسف في مجتمعنا المصري اللي الدولة بتحاول جاهدة أن تتعامل مع هذا التحدي وتقضي بشكل نهائي على العشوائيات في محافظات مصر المختلفة. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم ورصد قناة النيل للأخبار لمشروع الأسمرات 3، نشوف إيه اللي حصل فيه وإزاي تبدل الحال ونقل أهالينا من المناطق العشوائية الخطرة يعني هذه المساكن الحديثة والمتطورة. تحفة معمارية متكاملة الخدمات بديلا للعشوائيات والمساكن الخطرة تم إنجازها على أرض مصر عبر مشروع الأسمرات 3 الذي افتتحه مؤخرا الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير الحياة الكريمة لآلاف الأسر المصرية التي عانت كثيرا على مدار سنوات طوال. الفكر الحقيقة في الفترة الأخيرة هو بناء البشر والحجر الاثنين مع بعض في نفس الوقت،
وده نتيجة الخدمات الغير مسبوقة اللي بتوفرها الدولة في النوعية دي من المشروعات. خدمات كمان بتمتد بعد انتقال أهالينا للمشروع، ودي نقطة في منتهى الأهمية، إن بتتواصل الدولة مع المواطنين اللي بيجوا في المناطق الجديدة وبتمد لهم الخدمات حتى بعد الانتقال من خلال ما يسمى بمركز خدمة المجتمع. أما بالنسبة للخدمات الموجودة فطبعا توجيهات السيد الرئيس إنه لا يتم افتتاح أي مشروع إلا لما تكون خدماته بالكامل متوفرة. يقدم المشروع حوالي 7400 وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي مفروشة بالأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية مجانا، فضلا عن العديد من الخدمات اللازمة من مسجد وكنيسة تم تشييدهم في وقت قياسي على أحدث الطرازات المعمارية، فضلا عن سلسلة من منافذ بيع كافة المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة. هنا مخبز، وحدة مخابز متكاملة شرقي وغربي. المخبز ده الانتاج بتاعه بيصل من 800 ألف رغيف في اليوم لمليون رغيف في اليوم لو اشتغل بقيمة طاقته الاستيعابية. عندنا المنافذ البيع فيه وحدتين من منافذ البيع بيصرفوا بطاقات التموين للناس اللي موجودة. احنا برضو في أنشطة تانية زي التوثيق وزي البريد، في واحدة للتوثيق والبريد والناس بتصرف منها، زي بنك مصر الاجتماعي بيصرف منها المعونات اللي بتقدمها الدولة للناس دي. طبعا مركز من مراكز الرعاية الصحية الأساسية ده بيكون عبارة عن نساء، بطنة، أطفال، أسنان، تنظيم أسرة. في طبعا الصيدلية بتصرف أي علاج بيتم صرفه على حسب تشخيص المرض يعني. وفي عندنا معمل برضو، معمل لمشتقات الدم ومعمل للطفيليات يعني المتوطنة، أمراض المتوطنة، فبرضو كل ده بيتم صرفه على تذكرة بجنيه. وتوفر الأسمرات ثلاثة حياة متكاملة لآلاف المواطنين، حيث تم توفير العديد من المحال التجارية والورش الحرفية المطورة لتوفير العديد من فرص العمل لأهالي الأسمرات، إضافة إلى توفير الرعاية الصحية والاجتماعية المطلوبة عبر مركز طبي متطور ودار للحضانة يضم كافة وسائل التعليم والترفيه في طفرة إنسانية وحضارية شاملة تخلق غدا واعد. ياسين سيف، أنيل. طبعا احنا عارفين جميعا ان عسل النحل فيه فوائد كثيرة وعديدة لا تعد ولا تحصى، عناصر غذائية ومجموعة من الفيتامينات المختلفة مهمة جدا، بتفيد الانسان وبتحافظ على صحته وبتقي من الامراض، وبيستخدم ايضا في زي ما قلنا يمكن الوقاية والعلاج من الأمراض المختلفة. في عندنا في مصر مناحل على مستوى عالي جدا بتنتج عسل النحل في المحافظات المختلفة وتحديدا في محافظة الفيوم. خلونا دلوقتي نروح بسرعة للفيوم ونشوف إيه الجديد هناك فيما يتعلق بمناحل عسل النحل. صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام. طبعا كلنا عارفين أهمية العسل خصوصا في هذه الفترة اللي بنمر بيها وقدرته على تعزيز المناعة في جسم الإنسان، لذلك حرصت كاميرا النيل على مواصلة الحديث عن كيفية الوصول لمنتج من العسل يكون صحي ومغذي وسليم. يعني بنتابع أو بنواصل حديثنا من داخل محافظة الفيوم وتحديدا من أحد المناحل المتخصصة في تربية النحل وإنتاج العسل، ويسعدني أن يكون معي الأستاذ مصطفى نشأت أحد كبار منتجي العسل في محافظة الفيوم. بنرحب بحضرتك. أهلا وسهلا فندم، مرحبا. يمكن اتكلمنا في حلقات سابقة عن النحلة وازاي بتدخل الخلية والمراحل اللي بيمر بيها لغاية ما نوصل لعسل. هل الخلية بيكون ليها مكان ثابت ولا بتتنقل على حسب المزروعات حولها؟ لا، الخلية طبعا بتتنقل على حسب المزروعات بتاعتها. بالنسبة لإنتاج الموالح بيبتدي يتنقل النحل على الأماكن اللي موجود فيها موالح، زي مناطق كفر شكر أو مناطق اسكندرية الصحراوي أو مناطق الإسماعيلية أو وادي الملاك، دي أماكن متخصصة في ظهور الموالح، البرتقان واليوسفندي والحاجات زي كده. أما بعد كده بيرجع النحل في الأماكن اللي فيها البرسيم،
اماكن تجمع البرسيم يبقى في المنصوره وفي الشرقيه وفي البحيره، يبتدي النحل يتنقل هناك وكفر الشيخ بيبتدي ينقل النحل هناك في اماكن اللي فيها الزهره بتاع البرسيم، بيقعد حوالي فتره حوالي يجي شهر في الموالح وبيقعد له يجي شهر في البرسيم ويرجع تاني للاماكن اللي فيها الاماكن الثابته زي الفيوم او زي المنيا الصعيد او بني سويف. الاماكن دي بيتزرع فيها القطن والسمسم والعباد والذره، يبتدي النحل يجمع منها الرحيق في الفتره ديت اللي بيقعد فيها حوالي يمكن شهرين او 3 شهور اللي هي فتره جمع الرحيق بتاعته حوالي لحد شهر 9. استاذ مصطفى، يعني اي وقت في السنه نقدر نقول ان هذا العسل هو العسل الصحي المفيد اللي المواطن يشتريه وهو مطمن؟ العسل كله صحي وكويس، اهم حاجه اللي هي العلاجات والحاجات المضادات الحيويه بتتحط في العسل دي، الحاجات ديت احنا بنحرص ان احنا ما نحطهاش بحيث ان احنا ننتج عسل كويس صحي كويس مفيد للبني ادم وللصحه كويسه. يعني هل النحل بيصاب بامراض؟ بيصاب بامراض كتيره، في امراض اسمها حاجه الفاروه دي كانت موجوده في التسعينات نزلت، وامراض تعفن الحضنه وامراض الاكاروز، الحاجات دي كلها موجوده، والاكارين دي موجوده في النحل، فالناس بتعالج بمضادات حيويه والسلفة والاكسوتيروسيكلين والحاجات دي، فاحنا بنحاول نمنع الحاجات دي دلوقتي. هل بيبقى ليها تأثير على جودة العسل يا فندم؟ طبعا ليها تأثير جدا، العسل بيحصل له عملية سرطان، بيسرطن العسل ويبقى سام للبني آدم. طب ازاي نقدر نفرقه؟ فرقه في التحليل بس، لكن عشان تفرقة في الناس ان هي تذوق الطعم، لا مش هتذوق الطعم المضاد الحيوي او حاجة زي كده. احنا بنشكر حضرتك، شكرا. شكرا يا فندم، شكرا، شكرا يا فندم. من محافظة الفيوم خلونا نروح سريعا دلوقتي لمحافظة مطروح ولقاء هام مع سيادة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وزميل أشرف مبارك، والحديث عن ملفات عدة أبرزها عودة السياحة من جديد إلى محافظة مطروح وأيضا تحلية مياه البحر وغيرها من الملفات المختلفة. تفضل يا أشرف، صباح الخير. صباح الخير يا أمل، برحب بكم من محافظة مطروح وتحديدا من محطة الرميلة 3. يعني احنا كنا بالأمس موجودين في محطة الضبعة لتحلية مياه البحر، هذه المشروعات هي مشروعات قومية تنفذها الدولة للقضاء على ضعف المياه في بعض المحافظات الساحلية، خاصة وأن يعني تكلفة نقل المياه من نهر النيل إلى تلك المحافظات الساحلية تصل للمتر المكعب نحو 26 جنيها بالمقارنة بتحلية مياه البحر التي يصل يعني سعر المتر فيها لنحو 13 جنيه. محافظة مطروح لديها العديد من المحطات الخاصة بتحلية مياه البحر، محطة الرميلة 1 و2 و3 ومحطة الضبعة، بالإضافة أيضا إلى بعض المحطات الأخرى في العالمين وغيرها. يعني احنا بنتكلم على مشاريع قوميه بتكلف الدوله استثمارات كبيره جدا تضخها الدوله من اجل يعني الحد من نقص يعني المياه في تلك المحافظات. والحديث اكثر حول تفاصيل يعني تلك المحطات والاستثمارات في محافظه مطروح معي على الهواء مباشره معالي المحافظ اللواء خالد شعيب محافظ مطروح. سياده المحافظ برحب بحضرتك وعايز اعرف الاستثمارات اللي بيتم ضخها من قبل الدوله لانشاء محطات تحليه المياه للمواطنين من البحر، هل التوجه ده شيء كويس هيخدم المواطنين ويقلل من نقص المياه؟ طبعا ما لا شك فيه. يعني في بدايه يعني احب اوجه الشكر والتقدير والعرفان للقياده السياسيه على اهتمامها بمطروح وبالساحل الشمالي الغربي عموما، واللي كان من ضمن الجهود ديت هو زياده محطات تحليه مياه البحر اللي الحمد لله يعني نقول النهارده انها قضت على نقص المياه الشرب في مطروح. احنا عندنا هنا يمكن عندنا محطة البجوش ومحطة الميلة 1 والميلة 2، دول بطاقة 24,000 متر كل واحدة منهم، بالإضافة لمحطة العلمين الجديدة، محطة الضبعة. النهارده احنا موجودين دلوقتي في محطة الميلة 3 ودي مرحلة خلاص في التسليم الابتدائي والتشغيل التجريبي، إن شاء الله افتتاحها قريبا بإذن الله تعالى. المحطة اللي احنا فيها ديت بطاقة 12,000 متر مكعب يومي بتكلفة حوالي 100 مليون جنيه مصري و6 مليون يورو، يعني بإجمالي تكلفة حوالي 200 مليون جنيه مصري. طبعا النهاردة ضفنا للقدرة المائية مياه الشرب المطروح يعني النهاردة 52 ألف متر مكعب يومي انضموا، لأنه 40 ألف متر مكعب محطة الضبعة، يعني الشاشة بتاعتكم مشكورة شرفتنا هناك أول أمس، والنهارده دي 12 ألف متر يبقى الإجمالي حوالي 52 ألف متر مكعب، ده أدى إن شاء الله إلى القضاء على نقص مياه الشرب في مطروح. واحنا من هنا برضه بنطمن كل أهالينا والمصطفين وكل زائرين مطروح إن شاء الله إن احنا إن شاء الله ما عندناش مشكلة في المياه خالص.
بالاضافه طبعا الى عندنا الخزانات الاستراتيجيه، يمكن عندنا من 2 ل 3 يوم احتياطي مياه موجود. فطبعا يعني كل الشق والتخطيط للقياده الاساسيه على اهتمامها، وبنطمن اهالينا ان شاء الله، وخصوصا المصطفين بالذات اللي بيجوا لنا كل صيف، ان شاء الله ما فيش اي مشكله خالص في المايه باذن الله تعالى. طيب ناخد حضرتك بعيد شويه، بس طبعا داخل محافظه مطروح بنتكلم على في تطوير شواطئ، في استثمارات بتضخ ليعني راحه المصطفين. كلمنا عن اخر ما تم في موضوع قصه عوده السياحه لمحافظه مطروح، وباعتبار ان السياحه هي قطره التنميه بشكل كبير. تمام. طبعا يعني نقول كان نقص المايه كان مشكله، النهارده اصبح الحمد لله دي مهمه اساسيه عندنا، موجود المايه دي من اهم حاجه لراحه المصطفين والسائحين، فدي الحمد لله اصبحت النهارده موجوده في كل مدن المحافظه الثمانيه. بالنسبه للسياحه، عوده السياحه ان شاء الله احنا من ضمن الثلاث محافظات اللي تم اختيارهم في البدايه لعوده السياحه سواء الخارجيه او الداخليه. احنا عندنا ان شاء الله عندنا حوالي 14 فندق النهارده جاهزين لاستقبال السياحه عموما سواء خارجي او داخلي، طبقا للضوابط والمحددات اللي حاططها وزاره الصحه ووزاره السياحه وغرفه المنشات الفندقيه. النهارده ان شاء الله جاهزين لاستقبال يمكن اول طياره ان شاء الله هستقبلها يوم 21/7، اعتقد انها ان شاء الله جايه من ايطاليا. ان شاء الله برضه الشاطئ عندنا احنا مستعدين تماما، عملنا تطوير جامد لكل الشواطئ عندنا، شاطئ الغرام، كليوباترا، رومل، الشواطئ العامه كلها بالكامل رافعين كفاءتها من خلال دورات مياه موجوده بصفه يعني توسع كبير عشان برضه تقضي على اي مشاكل للمصطفين. فان شاء الله احنا جاهزين باذن الله تعالى، وان شاء الله بس ربنا يرفع عنا هذه الجائحه ونعود قريبا ان شاء الله يفتح الشواطئ العامه باذن الله تعالى. باذن الله. الساحل الشمال غرب يا فندم، وخاصه ايضا في تعديل لبعض ولايه بعض الاراضي وتحولها لوزاره الاسكان عشان سهوله عمليه التنميه. والله هو يمكن ده في بدايه كلامي كنت بشكر القياده السياسيه على والحكومه على نظرتها المستقبليه لمحافظه مطروح، واللي ان شاء الله هتعود بالنفع العام. فكان من ضمن هذه النظره المستقبليه هو اعاده تخطيط الساحل الشمالي الغربي ونقل ولايته من عندنا من محافظه مطروح الى هيئه المجتمعات العموميه الجديده اللي تبع وزاره الاسكان. وطبعا احنا شايفين الحمد لله هيئه المجتمعات العموميه ناجحه جدا، وعندنا مثل حي وناجح اللي هو مدينه العميد الجديده، وان شاء الله قريبا هيكون راس الحكمه الجديده. فطبعا احنا حاليا دلوقتي بعد اجتماعنا مع السيد وزير الاسكان دكتور عاصم الجزار بنعد حاليا دلوقتي لتسليم جميع الملفات الخاصه بالساحل الشمالي الغربي لهيئه المجتمعات العموميه الجديده، ويمكن النهارده ان شاء الله عندنا اول تسليم ملفات النهارده الخميس باذن الله. فطبعا يعني دي حاجه كويسه جدا، اضافه قويه هتقضي على العشوائيات، هيبقى في تخطيط عمراني كامل يشمل كل الانشطه الصناعيه والسياحيه والزراعيه والسكانيه. برضه هيضيف لينا الزي الصحراوي يستفاد منها كإقامة مجتمعات، جذب زياده السكان للمنطقه وبيقلل الضغط على بقيه المناطق الثانيه. هيضيف لينا ان شاء الله فرص عمل جديده للشباب، فان شاء الله الخير كله قادم باذن الله تعالى نتيجه هذا التخطيط الجيد من ونظره مستقبليه لمطروح والساحل الشمالي الغربي عموما. وانا بالاصاله عن نفسي وبالانابه عن جميع مواطني اهل مطروح بنشكر القياده السياسيه على اهتمامهم بالساحل الشمالي الغربي وبمحافظه مطروح. اخيرا يا فندم، رساله لو توجهها لمواطن في محافظه مطروح، وايه اللي حضرتك بتعمله كمسؤول اول في تلك المحافظه للمواطن في مطروح، وايضا كمسانده او كقيام محافظه مطروح ايضا بضخ مزيد من الدخل القومي في خزينه الدوله العامه من خلال الاستثمارات؟ يعني طبعا في البدايه ايه اللي بنعمله للمواطن المطروح، احنا يعني مهمتنا الاساسيه هو يعني وده كان تكليفنا في بدايه تولينا المهمه، وهو توفير حياه كريمه للمواطن. في حياه كريمه من خلال التعليم، الصحه، الميه، الصرف الصحي، كل جوانب الحياه التي تهم المواطن المطروحي. ده احنا شغالين عليه الحمد لله، وبنحاول نذلل كل المشاكل ليهم. واحنا يعني افتتحنا تحت الفتره اللي فاتت ديت منطقه السواني القبليه، شوارع تم رصفها، كابلات كهرباء هوائيه تم بقت كابلات ارضيه للقضاء على مشكله الرياح والامطار وقطع الكهرباء كل شويه. فالحمد لله ما عادش عندنا هذا الكلام دلوقتي، وماشيين بخطه ان شاء الله في هذا الاتجاه بما ان شاء الله يحقق حياه كريمه للمواطن المطروح.
يعني نقول بالنسبه لل باقي الخطه اللي احنا عاملين ان شاء الله مخططين في 2021 تخطيط جيد، يعني ان شاء الله هيغطي ويلبي كل مطالب المراكز الثمانيه في محافظه مطروح. بالتوفيق جدا يا فندم. يعني محافظه مطروح طبعا ان شاء الله هتبقى خطيره التنميه خلال الفتره القادمه، ايضا يعني الدوله بتامل ان هي تضع محافظه مطروح على خريطه السياحه العالميه. محافظه مطروح ليست اقل من المحافظات الاخرى، بها منشات واستثمارات سياحيه كبيره في الساحل الشمالي، بالاضافه ايضا الى هناك واحه سيوة هي واحه الجمال، وتضم ايضا بعض المنتجعات الصحيه التي لا توجد مثيل لها في العالم، بالاضافه ايضا الى يعني البحار والشمس وجميع الاشياء التي تجذب السياح من دول العالم والتي يأتوا إليها إلى مصر في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء. إذا محافظة مطروح هي ليست أقل من تلك المحافظات لتكون على خريطة السياحة العالمية. صحيح. أنا بشكرك جدا مراسل أنيل أشرف مبارك على هذا الحوار الهام مع سيادة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والحديث عن ملفات كثيرة متعددة أبرزها عودة السياحة من جديد وتحلية مياه البحر. طبعا